فالخطوه اللي خدتها تيت بي كانت جابت لنا حاجه انترناشونال جوه مصر. دي خطوه مهمه جدا هتساعدنا كلنا كدنتست ان احنا نقدم سيرفيس احسن للبيشنت بتاعتنا, وان احنا كدنتست ان احنا نعمل ابديت للانفورميشن بتاعتنا. لو انت عندك كلينيك وانك انت مش شغال سيرش ورك او تيتشنج, فالفتره دي انت ما تقدرش تسيب الكلينيك بتاعتك, انت محتاج كورسات قصيره او كورسات على مدى بارت تايم انك انت تقدر توازن بين الكلينيك بتاعتك وبين الاديوكيشن. اكتا يونيفرسيتي واحده من الجامعات اللي هي موجوده في التابع للاتحاد الاوروبي, معروف عنها انها من الجامعات التوب في اوروبا, فاحنا فرصه حلوه قوي ان احنا ننضم لجامعه اكتا, ويا ريت ان يبقى عندكم فرصه ان كلنا نزور الجامعه ونتفرج عليها. هتكتشفوا ان جامعه اكتا واحده من الجامعات العريقه جدا ومن اضخم الجامعات الموجوده في اوروبا حاليا. انا مبسوط جدا اولا ان انا هشارك في الكونفرنس الجاي مع دنت بيك, ودي خطوه مهمه جدا خدتها دنت بيك, لان انا دايما مؤمن ان احنا عندنا لاكينج في الكونتينوس اديوكيشن في مصر, وده كان دافع ان في ناس كتيره منا بتحاول تسافر بره عشان تكمل الكونتينوس اديوكيشن, بس المشكله مش كلنا عندنا الاوبورتيونيتي ان احنا نعرف نسافر. فالخطوه اللي خدتها دنت بيك ان جابت لنا حاجه انترناشونال جوه مصر, دي خطوه مهمه جدا هتساعدنا كلنا كدنتست ان احنا نقدم سيرفيس احسن للبيشنت بتاعتنا, وان احنا كدنتست ان احنا نعمل ابديت للانفورميشن بتاعتنا, ودي اهم حاجه في الدنتال اديوكيشن, انك انت ما ينفعش تقف عند ليفل, يو هاف اولويز انك انت تدور انك انت تعلى بالابجريد الليفل بتاعك. فدي الفرصه الوحيده اللي بتقدمها لك الكونتينوس اديوكيشن, سبيشلي لو انت عندك كلينيك وانك انت مش شغال ريسيرش ورك او تيتشنج, فالفترة دي انت ما تقدرش تسيب الكلينيك بتاعتك, انت محتاج كورسات قصيرة او كورسات على مدى بارت تايم انك انت تقدر توازن بين الكلينيك بتاعتك وبين الاديوكيشن. والفرصة دي ما كانتش موجودة في مصر قبل كده, فبجد دنت بيك عملت ستيب هتساعد كل الناس في الوطن العربي ومش ومصر, مش بس مصر, كمان في افريقيا, ان احنا نقدر ناخد فرصة ان احنا ناخد جود اديوكيشن على ارضنا في مصر. اكتا يونيفرسيتي واحدة من الجامعات اللي هي موجودة في التابع للاتحاد الاوروبي, معروف عنها انها من الجامعات التوب في اوروبا. بالعكس اغلبية الديفلوبينج ريسيرش الجديدة واغلبية كل السترونج بيبر اللي نزلت كلها طلعت من جامعات في الاتحاد الاوروبي, من السويد هو اللي عملوا الامبلانت, ومن بلاد التانية امريكا وانجلترا بيكملوا ابجريدنج اللي بيحصل. فاحنا فرصه حلوه قوي ان احنا ننضم لجامعه اكتا, ويا ريت ان يبقى عندكم فرصه ان كلنا نزور الجامعه ونتفرج عليها. هتكتشفوا ان جامعه اكتا واحده من الجامعات العريقه جدا ومن اضخم الجامعات الموجوده في اوروبا حاليا. احنا هيبقى عندنا ليكتشر في المؤتمر هنتكلم عن الكوزماتيك للامبلانت في الانتيريور استاتيك زون, ازاي ان احنا نحط امبلانت, مش بس ان احنا نعمل اس انتجريشن, ازاي الامبلانت ده يوافي ويبقى قد الاكسبكتيشن بتاع البيشنت, ان البيشنت بعد ما نقدر نحط له الامبلانت ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل له سمايل ميك اوفر, وفي نفس الوقت لو هنحط سنجل يونت امبلانت او لو هنحط ايدنشلس امبلانت في الانتيريور زون, هاو تو مانج الاستاتيك. الهاندز اون هيبقى بتاعنا هنتكلم على الديجيتال سمايل ميك اوفر, وهنا لما نتكلم على الديجيتال سمايل ميك اوفر هنتكلم عليه من كونسيبت جديد, انك انت يو دونت هاف انك انت تشتري اكسبنسيف سوفت وير, او انت مش محتاج انك انت يبقى عندك اكسبيرينس جامده بالتكنولوجي بتاعت الكمبيوتر, لا احنا بسيمبل سوفت وير موجود افيلبل عند كل الناس هنقدر ان احنا نشتغل ونعمل الديجيتال سمايل بتاعتنا. هستناكم كلكم نحضر الايفنت مع بعض. امبلانتس اند واتس اراوند هيبقى على 5 ستارز نايل كروز, هيبقى education and fun, هننبسط وهنقضي وقت ممتع. نشكر بنت بيكس واكتا يونيفرسيتي.